المرأة القوية تدخل التاريخ، ترفع رأسها عاليا بالسمو والكبر. معنا اليوم الأستاذة مليكة طالب من مواليد الدار البيضاء، حاصلة على الإجازة في الأدب العربي، دبلوم في علوم التربية بميزة حسن جدا من كلية بلمسيك، إطار عالي ببريد المغرب سابقا، مكلفة بلجنة التواصل برابطة قدماء تلاميذ الدار البيضاء، حاصلة على وسام ملكي من الدرجة الممتازة. لها ثلاث دواوين قيد الطبع. نعم، لها ما يقرب أو يقارب عن 100 شهادة تقديرية في جل المحافل والملتقيات الأدبية. وفي الأخير اكتشفت أنها ابنته بلدي. تحية للمرأة المغربية، تحية لمدينة بن حمد. السلام عليكم. أستاذ جواد، واتفضلي خذ. اوكي، أجينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتشح الكلمة لأمي من جميع من ضم مجلسنا كل حبي وتقديري واحترامي. قصيدتي المهداة رائعة بالنسبة لي، مجنون ليلى. ليلاي قال عني المجنون، قلت لا بحبها أنا المفتون. قال بلى، قلت لا ليس بي نفس بل هي الظنون. ليلاي قال أنت بالعراق مريضة، قلت لا فأنا العليل المدفون. قال تريت، قلت لم أعرف أن الحب له ضروب وفنون. أحبك ليلى حتى صرت عبدا، صرت ضريرا بعينيك أرى فأنا المجنون. صرت تائها في الفيافي والفلوات، لا تصدقي بأني مجنون. حبي لك هو الذي جنى ولست أنا، فأنا دائما مفتون. أرى في ليلى في دفاتر شعري في حلالة عمري على راحلتي. أرى في ليلى في الغسق بدرا، في الأفق قمرا، في البستان زهرا اكتملت الصور. في اختيار العشب عينان، في حلاوة الرقيق شفتان، في خرير الماء قدمان. تتهانينا كسنبلة قمح، فأين لقياك؟ تعبت حتى قيل بأني مجنون، وما جننت إلا بك لا بسواك. قالوا كفاك قيس، إن بك سحر. قلت يا ليت سحرها يأسر. يس 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 يس. قالوا في البيت العتيق، عل الله يمنحك الصبر. قلت أريد ليلى، لا أريد أبدا صبرا. فيا ليت كل الرجال قيس، ويا ليت